هلو يا حلوين، اليوم رح نعمل سندويشات اللحمة المفرومة مع الجبنة. أول شي هون حطيت بصل بدون زيت وبدون شي عبال ما يتكرمل، بس يتكرمل ضفت قطعة زبدة. هون شكله بعد ما دابت الزبدة وتركته شوي على نار هادية لحتى صار بهذا اللون. ضفت لحمة مفرومة، أنا هون ضفت لحمة عجل، تقدروا تضيفوا أي لحمة أنتوا بدكم إياها. بندورة مقطعة صغير وتركتهم يطبخوا كلهم مع بعض، شوفوا ما أحلاهم. ضفت فلفل أسود وملح ورشة بهار تركي بس. ضفت الجبنة وتركتها على نار هادية وغطيتها لدابة الجبنة على نار هادية، أو ممكن بدون نار، يعني هي الجبنة رح تدوب لحالها. هذا المنظر الزاكي. خلطتهم شوي مع بعض، وبعدين على الخبزة. الخبزة ضفت صلصة طحينية بس، يعني ما حطيت ولا كاتشب ولا أي شيء تاني، بس صلصة الطحينية واللحم اللي عملناها على الخبزة. ممكن نحمص الخبزة كمان. وصحتين. لا تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب للقناة لحتى يوصلكم كل وصفاتنا.